يا ترى من يحقق آماله في هذه المباراة المرتقبة؟ هذه تصويبة، الحارس يتألق ويبعد الكرة. ضربة زاوية لليفربول. ركنية بتلعب، كرة بتتشتت من خط الدفاع. حارس المرمى ينجح في التصدي. حق من التواجد على ملعبك، وكيف تجعل أي خصم يكره القدوم إلى ملعبك وتجعل عندك أفضلية كبيرة في المباراة. ضربة حرة من نصيب توتنهام. عمل جيد، تألق من حارس المرمى هنا لإنقاذ مرماه من فرصة كانت خطيرة بالركلة ثابتة. كانت فرصة واعدة. محمد صلاح، يا الله، على الطاير حطها، على الطاير سجلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. نلقي نظرة أخرى على الهدف ونشاهد كيفية توقع الكرة وكيف استقبلها وسجلها مباشرة على الطائر بدون تردد وبدقة كبيرة. ضرب المرمى. علامات الإحباط واضحة على المدرب بعد ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء. ليفربول يدخل الشوط متقدما في النتيجة ويبحث عن التعزيز. مساحة على الطرف أمام محمد صلاح. الكرة ليست في الشباك، الحارس يتدخل، تدخل رائع. يخترق ولديه المساحة. خطورة مستمرة في هذه اللحظات. أي هدف من هذا؟ الآن النتيجة تقدم بفارق الهدفين. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، وبكل قوة تأتي التسديدة هنا. حلوة هذه الكرة ولا يمكن إيقافها من هذه المسافة. خلص ويبعد الخطورة من مناطق قريبة. انظر إلى البينية الحاسمة هنا. داروين نونيز ينطلق بالكرة الخطيرة، دخلت الشباك ويصبح الفارق 3 أهداف. يا له من هجوم كاسح هنا. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة. بالتأكيد هنا الموقف أصبح أسهل عندما أصبح الموقف 1-1. شوف الأفضلية دائما للتسجيل في مثل هذه الكرات. إنهاء بدون مشاكل والكرة تسكن الشباك. يعود اللقاء من جديد والآن المنافس يسيطر على الكرة. هذه فرصة هدف. الكرة في المرمى، هدف جديد يوسع الفارق ل4 أهداف. مهارة غير عادية، المخرج مستمتع بالإعادة، بالتوغل، بالحطة في النهاية في الشباك. المدرب حتى الآن سعيد جدا بما يقدم لاعبه في أرضية الملعب. مساحة كبيرة أمام صلاح على الطرف، وهنا قد تشكل خطورة. بكل ثقة، بكل التناغم كان عنوان الهجوم في الملعب. في كل هجمة تشعر بالخطورة وإمكانية التسجيل.
كانت فرصة هدف، لكن حارس المرمى يمنع الكرة من الدخول. ردة فعل سريعة في اللقطة، بيرفعها في وسط 18، كرة من فوق العارضة، خلصها بلمسة حارس المرمى. كرة كانت قريبة من الشباك، الحارس يتدخل هنا، والرأسية بتروح فوق العارضة مباشرة. فرصة كانت خطيرة جدا وكان ممكن تكون في المرمى. بنتنكور، سون هيونغ، تدخل من اللاعب الأخير، وبالتالي سنشاهد كارت أحمر من جانب حكم المباراة. لم يكن هناك أي خيار سوى إظهار البطاقة الحمراء، كان هناك فرصة هدف محققة وتم منعها، وبالتالي تدخل حازم، القرار سليم ولا يمكن التشكيك. تنتهي المباراة الآن بفوز معتاد من ليفربول على ملعبه وبين أنصاره، نتيجة متوقعة قياساً بقوة الفريق الكبير عندما يلعب بين جماهيره. اليوم يثبت بأن الفريق الأفضل على ملعبه مرة أخرى، وحقق نتيجة مميزة يؤكد من خلالها بأن ملعبه مقبرة للخصوم.